أهلا وسهلا سي عبد الرحيم شاهد. مرحبا بكم وشكرا لكم على الاستضافة. سي شاهد، أنت رئيس الفريق الاشتراكي داخل مجلس النواب، وأيضا عضو المكتب السياسي داخل حزب الاتحاد الشراكي. حزب الاتحاد الشراكي مؤخرا كثر الحديث حوله، خصوصا بعد انعقاد المجلس الوطني. ما الذي يجري داخل البيت الداخلي الاتحادي؟ اليوم كل يعلم ان الاتحاد الاشتراكي يسير بخطى حثيثة نحو المؤتمر. هذا هو الهم الحدث اللي غادي يجري الادوار ديالو في 28 29 30 من شهر يناير. ما دي يجري في البيت الداخلي الاتحاد الاشتراكي الاستعدادات جاريه على قدم وساق، يعني واحد 4 شهور هذه ديال الانطلاق، يعني مباشره من بعد الانتخابات ومن بعد اصطفاف الحزب في المعارضه انطلقت ديناميه الاعداد للمؤتمر، واللي تم التتويج ديالها نهار 18 جانفي بانعقاد المجلس الوطني، يعني بعد واحد المجهود كبير اللي قامت به اللجنه السياسيه واللجنه التنظيميه لايجاد واحد المقررات مهمه اللي تم المصادقة على المقرر السياسي فيها بالإجماع ديال الأعضاء المجلس الوطني، ثم المقرر التنظيمي أيضا اللي حضر بواحد الأغلبية مطلقة. بعد ذلك يعني اليوم الذهاب نحو الجهات لمناقشة هذا المقررات، يعني باش تحظى لاحقا بالتصويت. إذا ثم المرحلة الثالثة الأخيرة هي انتخاب المؤتمرين للمؤتمر اللي غادي يجري في هذا السنه، يعني في هذه السنه، يعني المؤتمر لاول مره غادي يجرى بصيغتين، يعني صيغه جهويه وصيغه وطنيه. السؤال ديال ما دي يجري ديال الاتحاد الاشتراكي تيضمن يعني كاين شي اشكالات كبيره فعلا داخل البيت الاتحادي التنظيمي، ما كاينش مشاكل، ولكن هناك لغط كبير على المستوى الخارجي. الذي اثار لغطا كثيرا، اسمح لي استاذ ابراهيم، هو المقرر المتعلق بتمديد الولايه. بطبيعه الحال هو اللي غادي يتعرض امام المجلس امام المؤتمر الجاي. هل كان ضروري من هذا المقرر؟ هو ما سميتوش بعد مقرر تمديد الولايه، هو توحيد الولايات الانتخابيه ديال الاجهزه ديال الحزب كلها. للاسف ما المجهود كله اللي دار على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي لانهم مرتبطين ببعضياتهم ما تعطاش الاهميه ديالو والقيمه ديالو في النقاش. كان اللي عنده المصلحه انه يختزل النقاش كله في هذه النقطه بالضبط، باش نقول باننا التمديد للشجر او لا للشجر، في حين النقاش ماشي هو ده. النقاش المهم اليوم المرحله ماذا في صالح الاتحاد الشرقي؟ الأسئلة الكبرى اللي مطروحة على الاتحاد بعد الوضع والهزات والصعوبات اللي واجه هذه المدة كلها. الولاية الانتخابية الماضية اللي كان يعني السكتة القلبية، يعني الفريق بالكاد انتخابي، ثم استرجاع الهمة دياله اليوم الآن 35، يعني بواحد الإضافة مهمة في الانتخابات الماضية اللي عرفت واحد الانتعاشة واللي نقدر نعتبرها استثنائية بالمقارنة، ماشي استثنائية في العدد، لأننا يلاه بالكاد حنا الحزب الرابع وبرقم متواضع، ولكن نتائج بالظروف العيشه كاينه مهمه، حققتها قياده اللي فيها المكتب السياسي وفيها على راس الكتابه الاولى الاتحاد الكاتب الاول ادريس الشقر. فطبيعي في داخل الهياكل ديال الحزب اللي عرفت هذه المرحله غادي تكون اصوات متعدده وكبيره في داخل الحزب اللي غادي تقول لادريس الشقر هذا المجهود اللي دار كمل به الولايه اخرى باش نامنوا هذا المرحله. طبيعي جدا ايضا الناس اللي كتشوف بان الشجر غيقطع عليها الطريق بالتولي غادي تقول لا ما يمكنش نقول لا، ولكن هذا المفروض يكون نقاش موضوعي ويحظى بهدوء اكبر، ما يرتبطش بعمليه تخوين كبيره وبان بحال الا غادي نقطعوا التاريخ، راه الا تضافت ولايه نهايه التاريخ والا تحيدت نهايه التاريخ. لا، اذا كانت تقتضي المصلحه ديال الحزب بان في مرحله معينه طرات في ديمقراطيات عريقه، الميريكان كان عندهم جوج الولايات ديال الحزب في الانتخابات في الازمه ديال 29 تضافت ولايه ثالثه للرئيس ديال الامريكي، لان كاين الضروره ديال الازمه. المقارنه يمكن ما تكونش سليمه اللي كنقدم الان، ولكن فقط كنقول بان ملي كيكون النقاش الجدي اللي يصب في مصلحه الحزب كل المداخل ممكنه او المخارج ممكنه للحلول. نعم، ولكن ما كنشوفش بانه ارتباطا بهذا الموضوع، البعض كيقول بانه داخل حزب الاتحاد الشراكي لم تعد تلك النخبه المستنيره القادره على القياده، وبالتالي فهل الحزب الان يعيش نوع من الازمه على صعيد النخبه ديالته؟ دابا
الحزب هو واحد من الأحزاب المغربية العريقة، ولكن اللي عرفت واحد النزيف كبير ديال النخب ديالها. السبب كل واحد بإمكانه يفسر كيف ما بغى، ولكن اللي هام أن بالإمكان اليوم المعارضة اللي كاينة ديال دريس الشقرط كل الإشكالات تلبسها على دريس الشقرط بأنه هو السبب. ولكن النزيف ديال الاتحاد الاشتراكي راه هو مدة هو بعمر الحزب، يعني نهار خرج من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية راه ترك بعض الإخوان في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وجا الحزب الاتحاد الاشتراكي. في 81 خرج الإخوان ديال الحزب الطليعة ومن معهم العملية. بعد ذلك بعد المشاركة في الحكومة ديال السي اليوسفي غادي يخرج المؤتمر الاتحادي، وفي كل محطة كتخرج الكثير من النخب. بعد تدبير يعني من تدبير عملية التناوب إلى اليوم غادرت الحزب كثير من النخب ديالو، من المثقفين ومن المفكرين، ولأن سياق اللي جايبهم ماشي سياق، ولأن الغاضبون تيكونوا متنوعون. كاين الغاضبون اللي تيقولوا بأن الحلم اللي كانوا عايشين به المدة طويلة المشاركة خذلتهم، تيقولوا هذا لم يعد حزبنا لأنه تولى. كيكونوا الغاضبون اللي بالنسبة لهم المشاركة في الحكومة هو المشاركة في يعني هو تلبي لهم طموحات خاصة ديالهم، يعني في لحظة معينة لأنني ما كنت وزير ولا ما كنت مدير مؤسسة ولا كنمشي بحالاتي ما تيعجبنيش الحال. كيكونوا الناس اللي دخلوا مؤسسة وزارية ودخلوا مؤسسات عمومية ومن بعد صعيب عليهم اللي غادر هيعاود يرجع للعمل القاعدي الحزبي وتيمشي بحالاته. إذن هكذا الحزب تفرغ من الكثير من الطاقه ديالو، راه ماشي صيغه وحده ان فقط راه هناك مناضلون مبدئيون قويون كبيرين وكاين شي سياق ماشي مزيان والناس ما عجبهمش. الصوره ماشي هي مغادره الكثيرين، وكاين الكثير من الصامتين الذين غادروا بصمت كيقولوا هذا الوضع ما احنا ما عجبناش. ملي كنقولوا هذا النزيف ديال المغادره، بالمقابل خاص يكون ايضا واحد المؤشر ديال الاستقطاب. يعني هذا هو السؤال ديالي، لماذا يعني لحد الان يفشل الاتحاد الشركي في استقطاب فئه اجتماعيه لحد الساعه؟ لا انا لا اعتقد بان بالمطلق يفشل، بالعكس الحزب اليوم باش انه يرجع بقوه في الانتخابات، بالمقارنه مرة تنقول بقوه بالمقارنه مع الانتخابات الماضيه، رجع لان الشعار او المشروع اللي قنقدو المكتب السياسي انا ايدين ديال المصالحه والانفتاح دا بعض الثمار ديالو، ماشي يحقق الاهداف ديالو كامل. اولا بعوده الكثير من الابناء ديال الحزب وتحقيق واحد النوع من المصالحه داخليه، ماشي مع الكل، كاينين الناس اللي مازال ما عجبهمش الحال غاضبون ولا غير ما عجبهمش الحال مازال ما لقاوش الحال، ولكن ايضا كاين اقبال ديال واحد العدد ديال الاسماء، لان المغرب اليوم كاينين فيه نخب متعدده ومتنوعه اللي ماشي بالضروره. لان لا سابقا كان الناس كتربى في البيبينير ديال الحزب وهي كتكبر حتى تكون ديال الحزب. هاد الشكل راه اليوم في الاحزاب الديمقراطيه العالميه بشكل كبير لم يعد موجودا كبير. ربما سوف يفقد الحزب هذيك الروح ديال القوات الشعبيه. هذا مزيان، غير دابا الحزب يمر بمرحله انتقاليه، المفروض يوقف على رجليه بعد يبرق هو اللي كيدير اليوم، ومن بعد ذلك شنو هو البيبينير فين غادي نصايبوا هاد الناس. علاش؟ لان شنو هو القوه، شنو هو الفكره، القوات الشعبيه هو المرجعيه ديالك الفكريه، المرجعيه ديال الفكر الاشتراكيه الديمقراطيه. الديمقراطيه تعيش الازمه ماشي في المغرب، تعيشوا على الصعيد العالمي. الحزب الفرنسي الاشتراكي الفرنسي ما بقاش، شحال هذا محكم فرنسا، راه صباح الحزب الرابع ولا الخامس في فرنسا. الحزب الاشتراكي الالماني الله استرجع السفل ديالو، الحزب الاشتراكي الاسباني للامه الاسبانيه جات قوى اخرى وخذت له المكان ديالو، نفس الطريقه. يمكن نقولوا بان التجربات اللي نوعات وعيشات مثل التجربه في امريكا اللاتينيه ونوعا ما هذا الفكر اليوم يلا تنستلهموه. كاين احساس اليوم بضروره المراجعه الفكريه وضروره باننا نفتحوا قنوات اخرى مع حلفاء جدد، وبان البيبيني فين غادي يكون. لا سابقا كانت التنظيمات الموازيه للحزب باينه، هي الروافع هي الادروع كنكبر فيها الناس وكيجيو للحزب. هذا الوضع هذا الشكل التنظيمي راه انتهى، راه هو لم يعد موجودا واخا بغيت تعاودوا. اليوم القوى الاجتماعيه فين موجوده؟ راه موجوده في الميدان. الحركات الاجتماعيه اليوم ملي تبغي الحركات المحيطه بالحركات المنجميه راه كاينه تما اليوم. الحركات اليوم المرتبطة بحقوق الإنسان بتنوعاتها راه موجودة في الميدان، الحركات المرتبطة بالبيئة راه موجودة، الحركات المرتبطة بفئات متعددة وقضايا متعددة موجودة، الشبابية والنساء الطولة. فهاد الحركات وهاد الائتلافات اليوم اللي مفروض الحزب يلقى مد الجسور معها، وهذا اللي كتجاوب عليه السؤال السياسي، الورقة السياسية والورقة التنظيمية، ولكن للأسف راه ما حضروش بالنقاش. راه الاخوان اللي كيحكموهم من على برا ما قراوهمش باش
النوافذ اللي كيفتحوا للحزب باش يجدد راسو ما تعطاتهمش القيمه، لان مشاو الناس نقطه واحده وتيحكموا بها كل ما يحدث المؤتمر. انا اعتقد بان الحزب اليوم مقبل في المؤتمر ديالو اذا تبنيت الكثير من هذا من هذا من هذا النقاط، مقبل على الانفتاح اكثر، على الامتدادات الطبيعيه والقواعد الطبيعيه ديالو، واساسا الذهاب نحو المجال نحو الجهويه. الملاحظ هو انه على مر التاريخ، وانت تكلمتي سي شهيد قبل على الحزب الاتحاد الشركه، دائما قبيل المؤتمرات كينوض هذا الغضب العارم الداخل. هل هذا قدر ديال الاتحاد الشركه؟ لا، اولا الاتحاد هذا دلال، ناخذ الايجابي فيه وناخذ السلبي فيه. الايجابي فيه هو ان هذا حزب حي، وبغض النظر عن الناس كيف ما ذهبوا وحجوا وذهبوا الى اماكن متعدده، انا كتوصل محطه المؤتمر، محطه الجميع، بان الجميع اعتبروا هذا بيته تسام فيه بطريقه او باخرى، اللي بغى يرجع للتسيير، اللي بغى يرجع للتنظيم، اللي بغى يرجع لكذا، وكاين ود الله. فقط هذا المؤتمر كاين واحد المساله استثنائيه، هو ان في داخل التنظيم وفي داخل الهياكل ديال التنظيم ما كاينش بزاف اللعاب، كاين وحده التنظيم. اغلب الذين لا يعجبهم ما يحصلوا والقرارات اللي تتخذ هم نوعا ما خارج التنظيم بالمعنى التنظيمي الصرف اللي تنقول، يعني في الهياكل. هذا ملي كنقول خارج معناه انهم ماشي خارج الحزب، ولكن داخل البيت الاتحادي، داخل البيت الاتحادي الكبير كفكره. حيت دابا الصعوبات اللي موجوده في الاتحاد الاشتراكي شنو هو؟ شي واحد في الاتحاد الاشتراكي من 1985 ما بقاش جال الحزب، مشى دار شي حاجات اخرين ومشى لفرنسا ورجع، ولكن النهار كيرجع هو انا اتحاد. حتى قبل من هذاك اللي برلماني، اليوم جا برلماني تيقول هذاك ماشي اتحادي، انا اللي اتحادي. فهذه الصعوبه ديال الامتداد الحزبي وما بين الفكره ديال الحزب وما بين التنظيم كتصعب الامور شويه على القيادات اللي غادي تجر. واش انا غنخدم بهذا التنظيم اللي هو سفينه كنحارب بها وكنجيب بها الانتخابات ونجيب بها الجماعات ونجيب بها الجماعات، ولا انني انا خصني نرضي هذه الفئات العريضه اللي منتميه للحزب فكريا؟ شكون؟ هذه الازدواجيه دائما كتصعب المؤتمرات، لان كيولي هذا الصوت ديال الفكره اقوى من التنظيم نفسه في بعض الاحيان. الان التنظيم موحد وغادي في اتجاه، ولكن افكار اخرى متعدده ومنتظمين ابناء الحزب، هذا ما فيهم كتناقش، كل ابناء الحزب وعندهم قوتهم وشرعيتهم التاريخيه والفكريه ما كتناقش، ولكن لقاو الحل ما بين هذه الازدواجيه بما يودي الحزب وما يقويه، لان قوه هذا الحزب هو ان ابنائه في نولد النخب المتنوعه الموجوده اليوم في جميع المجالات، في الوزارات، في المؤسسات العموميه، في المسرح، في الثقافه، في البيئه، في البيئه، ولكن المفروض هاد الابناء ديالو يكونوا روافد له في طيله الفتره. ما كينبعتوش غير في فتره الانتخابات ديال المؤتمر. هذا صعوبه كبيره بزاف، بان كان ممكن هاد اللغط اللي كاين اليوم وهاد الحماس اللي كاين كان سيكون مفيدا كان في فتره الانتخابات، وحنا قرب الانتخابات. الاسماء كلها تجي تبغي ترشح وتشد المكانه ديالها وتقول باش نقود سفينه الاتحاد الشرقي وباش نجيب له الاصوات وندير الجهد ديالي. هاد الاصوات كلها، الحماس كله يكون، والحزب تيتعرض لكثير من الضربات من قوى محافظه ومن قوى حافظه، ما نعتبروهاش الحرب بعض الاحيان راه غير على قياده وحنا غير معنيين. اذا تعرض الحزب للضربات راه لاستهدافه، لهويته الاشتراكيه الديمقراطيه، ولانه هو اللي ممكن يكون صمام الامان للمستقبل. يعني نحن اليوم على بعد اسابيع قليله من انعقاد ديال المؤتمر، الان تقريبا واحد 6 ولا 5 ديال الترشيحات اللي توضعت، في حين انه الترشيح ديال الاستاذ الشقر باقي ما تحطش. يعني واش ممكن نقول بان هذه الترشيحات كلها على قدم المساواه؟ وانت يلاه تكلمتي بين الفرق بين الفكره وبين التنظيم والخيرات وكذا. لا، على قدم المساواه، لان الحق للجميع باش انه يقدم الترشيح ديالو بدون استثناء اللي موفره فيه. كتبدا شويه التفصيلات من بعد، شكون اللي عنده الحق بالمعنى التنظيمي؟ هذه راه تكون صعوبه. واش من حق شي حد مره اخرى؟ نعاودها ولانه مثال، ولانها مثال للنقاش العمومي، انني 20 سنه انا ماشي في التنظيم، انا ما كنساهمش في التنظيم، انا ولد الحزب، ولكن انا 20 سنه مشيت في حالتي، وغنرجع واحد النهار باش نترشح مباشره للكتابه الوطنيه. ماشي بغيت نترشح لمكتب فرع، ماشي لمكتب اقليم، ماشي لمكتب جهه، ماشي للمجلس المكتب السياسي، لا، انا كنرشح راسي فقط للكتابه الكاتب الاول. راه لا يستقيم الامر شويه. لا يستقيم، هناك مانع قانوني؟ قد لا، هذا اخلاقيا. من بعد ملي كيولي
20 سنه انا ما منتظم، راه كيقول لك اللي غادي ترشح غير خصك تكون مؤتمر. الا غتكون مؤتمر خصك واحد العدد ديال الشروط، خصك تكون انت منخرط، كتعطي الاشهارات ديالك، كتعطي هذه ديالك، كتعطي هذه ديالك. في وضعيه بحال تاع الشركه تتولي هذه سبه. الا قلت لشي واحد راك 10 سنين ما قدمتيش، راك ما كنتيش منتظم، ما درتيش البطاقه، كنشكك في الهويه ديالي. لا انا راه كنت وزير باسم الاتحاد الاشتراكي، ولكن وزير بالاتحاد الاشتراكي خص الانتظام ديالك يبقى، المساهمه ديالك تبقى، تالف المساهمه الماليه في التاطير، في الفكر، الفكر ما يمكنش تكون مشيتي كدير الامور ديالك الخاصه وواحد اليوم تترجع تقول هاد الاسئله راه خصها تطرح ايضا بهذا العمق. ماشي غير راه كاينه بيروقراطيه ومكتوب الحزب وكنا، لا راه كاين المغاربه تيقولوا قولوا علينا وجيو علينا. فدونك اللي ممكن نقول الصعوبات اللي كاينه اليوم هو نزوجوا بين هاد جوج الاشياء اللي قلت. ولكن اللي بغيت نقول بان اللي كيعطي الشرعيه لاي واحد، انا بالنسبه لي اللي بغى يترشح يترشح، فقط نعطيو فعلا للمؤتمر ونعطيو للاتحاديين اللي كيزاولوا الحق بانهم يختاروا اللي صالح لهم. ما نديروش المصادره على المطلوب، لان شنو هو المصادره؟ المطلوب هو الديمقراطيه، المطلوب هو النقاش. ما نصدروش النقاش قبلا وما نصدروش الديمقراطيه قبلا. نقولوا لا شنو فين غنجيبوا المؤتمرين؟ واش غنجيبوهم من تما؟ يعني غادي غنمسحوا الطبله وغنقولوا الاتحادين حيثما وجدوا في المغرب من 1965 اللي عنده العائله ديالو باه وخالته وطمتو في الاتحاد الشرقي يجيو يتجمعوا ويجيو يديروا المؤتمر. راه ضروري من الاليات. كاينه تنظيميه، كاينه كتابات اقليميه، كتعرف كل المنخرطين عندها، شكون اللي ساهموا معاه في الانتخابات، شكون اللي ساهموا معاه في هذه المراحل، راه من هنا غيتختاروا المؤتمرين. ما دمنا كنتكلموا على التنظيم وحنا كما قلت لك على بعد اسابيع قليله من المؤتمر، تطرح هذا الاشكال ديال المنصات. منصات رقميه وايضا التواصل عن بعد، الظروف ديال كورونا، البعض كيقول بانه ما فيها باس الا تاجل المؤتمر من اجل جمع كلمه الاتحادين على سواء. شوف انا نقول لك كنت أجل المؤتمر، كنت أجل المؤتمر غتكون أصوات أعلى وأكبر من نفس الناس اللي غيقول لك تأجل المؤتمر لأهداف محددة ولاستدامات البيروقراطية ولإعطاء النفس. لا الأحزاب التي تحترم نفسها، مش حنا بوحدنا اللي غنديروا المؤتمر، كل الأحزاب المغربية اليوم مارس غادي يكونوا فيه، الحزب الأحرار غادي ينظم المؤتمر، من بعده التقدم والترقية غادي ينظم، من بعده الحركة، حتى شي حد ما تيقول له علاش بغيت تنظم، علاش هذا الحزب بالضبط بوحدو اللي كينوض الله. للاسف بعض المرات التحليل كتعميه الانا ملي كتكون كنحلل بالانا ما كنش مضينا. انا بالعكس بكل الظروف الان اللي كاينه اليوم كنحيي بان الذهاب الى المؤتمر، لان سيعطي الشرعيه لاي قياده، ما فيه انا رئيس فريق حزب جدد الاليات ديالو والهياكل ديالو سيكون في وضع سليم لممارسه معارضته مع اي جهه. ما كاينش يقول لك شي واحد انت بعدا سير دير مؤتمرك بعدا عاد غادي تجي تهضر معايا. التوجه اليوم باش تكون مؤتمرات جهويه ماشي منصات رقميه، هي راه قصدنا بها المنصات الجهويه الحضور بالحضور حضوريا. الجديد فيها هذه السنه ان هذه المنصات الجهويه ستنتخب مكاتب جهويه في المؤتمر. هادو انا اللي كندعي الاخوان انهم يوقفوا عندها شويه، راه واحد الثوره تنظيميه كتحصل. مؤتمر في محطه واحده غينتخب الاليه الجهويه ديالو وينتخب المجلس الوطني وينتخب الكتابة من بعد أسبوع مجلس الوطني. راك فعلا كتقفل مرحلة وتدوز تطلق الآلية التنظيمية. الإبداع راه كان في هذا الشيء. للأسف ما تعطاش له الوقت، ما تعطاش له القيمة. وكان التامس من الإخوان بأن يعطوا القيمة للمجهود الفكري اللي دار باش تخرج الوثيقة التنظيمية، وخا نختلفوا معاه. وخا نختلفوا، ما نختزلوهاش في نقطة أو نقطة. ممكن تكون وحدة نقطة نختلف معها الولاية والتمديد. وحدة. ولكن راه هي جزء من منظومه متكامله. فملي غنمشيو للمؤتمر ملي للمنتخب كيف زعما اليوم الهياكل كلها غتنتخب واحد الشخص ولا غتبقى واحد الشخص وشي واحد غادي يقول لك لا خصكم تحيدوا هادو كاملين، لان اللي تيقول لك اليوم اللي تيقول ايضا ضد الولايه الثالثه من حقه، هذا رايي. ولكن راه ايضا مردود عليه، انت كتقول بان الولايه الثالثه ما تكونش لكل المكتب السياسي، لان عندهم جوج الولايات هاد الناس ديال المكتب السياسي. اذا هاد المكتب السياسي كله المرشحين اللي ممكن، خلي الشقر كاين بزاف المرشحين ممكن يكونوا كاتب اول. ف سي 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 الملكي، الاخ بن عبد القادر، الاخ عجاب، الاخ دوك كثار اللي في المكتب السياسي اليوم. ملي تنقول نحيد، اذا مسح الطبله، خوي لي الميدان باش نكون انا هو المرشح. راه فيها بزاف التحليل الذاتي، بزاف ماشي شي شويه، بزاف التحليل الذاتي. فدونك السؤال المطروح، علاش محتاج الحزب اليوم؟ انا
قناعتي جوج الأشياء، محتاج لكل أبنائه ولكن يحظوا كلهم وأغلبهم بشوية التواضع ديال المرحلة. الحزب ديال القوات الشعبية القديم اللي كيتحرك اللي كيموجود في كل راه لم يعود موجودا، راه هذاك الحزب محتاج لليوم اللي يجلس الأرض ويبنيه ويخيط بشوية بشوية وبآلية جديدة الخالية والحي و و و و هذيك الآلية التنظيمية يعرفها العالم كله في الستينات وفي السبعينات وحتى راه ما بقاتش. راه اليوم حنا محتاجين الآلية الجديدة يبدعوا معنا هاد الأفكار، الإخوة اللي كيقراو واللي مثقفين واللي مفكرين واللي متفتحين على العالم والتجارب الدولية يعطونا اليوم باش ناجحين الناس. هذا هو علاش محتاج. المسألة الثانية علاش محتاج الحزب اليوم، راه محتاج هاد شوية البركة اللي تجمعات دابا في هاد المرحلة تحمى باش يتضاف عليها باش أنها تنظيميا تدخل مرحلتها في من بعد. سي عبد الرحيم شاي، شكرا جزيلا لك.